خمسة. خلاص يقول لي ال اسمه دوت بسم الله الرحمن الرحيم لوك اوف فاليو 5، وهقول له بعد كده التيبل اري اللي هو فين الخمسه ده، اقول له في الجدول ده. خلاص يقول لي الكولوم اندكس، الكولوم اندكس يعني لو لقيت خمسه في انهي عمود اطلع الرينج بتاعه في انهي اسمه دوت من انهي عمود، الكولوم اندكس نمبر، اقول له مثلا العمود رقم 2. خلاص بعد كده هو قايل له ايه، ها فولس يعني مش لازم ايه اكزاكت ماتش. خلاص كده مش هيجيبها، فولس فولس فولس. خلاص ايه اللي حصل، كتب فولس غلط. يعني ايه اللي حصل بقى في المعادله دي، انا بقول له لما تلاقي خمسه طلعني القيمه اللي قصادها. يعني مثلا لو خليت دي سته بقت دي كام، ستة. في لوك اب دي فايدتها ايه؟ فايدتها ان هي بتدور على الجدول، على انت مثلا بالذات دي تفيدك انت لما تكون عاملها في ورقه اتنين مثلا. خلاص انت عامل جدول معادلات السي والجي مثلا، خلاص فتيجي تقول له بعد اذنك اللي انت لقيت ان الجي مثلا بكذا بقيمه مثلا 8، نفترض السي قصدي ب 8، عايز تجيب الجي فتقول له دور على 8 فين في الجدول وهات لي الايه اللي قدامك. ودي اسمها ايه، في لوك اب. في لوك اب عباره عن ايه، بقول له القيمه اللي انا عايزها اللي هي مثلا 5، انا هنا كنت دورت على ايه على 5، بيقول لي فين التيبل اللي انت عايز تدور فيه، فقلت له التيبل ده. قال لي طب لما الاقي 5 في التيبل ده اجيب القيمه اللي قصادها من انهي عمود، العمود رقم 2، ما ده كده عمود رقم 1، ده العمود رقم 2 بالنسبه للتيبل ده، كده هيبقى العمود ايه رقم 2. ماشي طيب بيقول لي اكزاكت ماتش ولا مش فاهم اكزاكت ماتش، لو انا قلت له ترو كان هيعملها اكزاكت ماتش. يعني لازم يطلع مثلا بالذات لو كتابه، لو لازم مثلا ايه 5.3 مثلا لازم يطلع 5.3 1، اللي يعرف لو قيمه قريبه يجيبها ولا لا بس. فانا قلت له فولس يعني هات اقرب ايه اقرب قيمه للجدول، لكن لو قلت له ترو يعني لازم 5 تبقى 5. تمام ماشي، ودي كده دلت الايه الفي لوك اب. خلاص وكده خدنا السم اف اند سم اف. اسف صح، نعملها بسرعة بقى، اسف عشان نشرح بقى تفصيليا. يعني نقول له بقى دلوقتي ايه الار توتال، توتال طبعا التنسيق بقى انا مش هنحكي فيه لا انت مفيش عارف. مشكلة خلاص انا مش هقعد بقى اكتب التنسيق، ماشي. مثلا لو ده 5 ادوار مثلا ولا 10 ادوار هقول له ايه بيساوي ده في 10 في ماشي 1.1 بتاعت العمود. ماشي الله انا ده شاورت على اللي فوق، شفت الحول. خلاص تمام انزل سافر. خلاص طب كده جبنا الار توتال، كده احنا عايزين ايه الاي سي صح، الاي سي بتساوي ايه بالسنتيمتر، اي سي بتساوي ايه، بتساوي الرقم ده في 1000 على 11.67، ده لو انت شغال التيمت طبعا. ماشي طيب قلنا البي بنفرضها سنتي 30 صفر صح، التي موديل بقى ممكن تخبط على طول ممكن تقعد تعملها معادلات تمام صح. سنتيمتر هقول له ان التي موديل بيساوي، تعالى كده نجيبها من جوه لبره، ايوه ما هي تعالى نجيبها من جوه لبره عشان نسهلها على نفسنا. نقول له ان لا هي التي موديل هنا ماشي، تعالى نقول له ايه ماكس اوف. خلاص ماشي يقول لي ماكس بتاع ايه، هقول له الماكس بتاع المعادله دي اللي هي اي سي اللي هي دي على بي، شوف لي القيمه بتاعتها كام. خلاص لو طلعت صغيرة تقوم حاطط لي 30. طب ماشي طب لو طلعت كبيرة، لو طلعت بقى كبيرة اعمل ايه، اقول له سايلينج. خدت بالك انا بعمل لك ايه دلوقتي، بعمل لك محاكمة للموضوع. تمام سايلينج القيمة دي، خلاص القيمة دي لأقرب 5، اقفل القوس بتاع السايلينج. خلاص دلوقتي انا رجعت للماكس اهو. طب تعالى بقى نكبر كده اللود، تعالى كده نكبر اللود ولا نكبر الاي سي، ما هو الاي سي هتعتمد عليها صح. نكبر اللود نقول له مثلا 100، بص جاب 330، وحد الايه
شوف طالعة كلها خمسات عشرات، واخد بالك؟ ليه؟ لأن أنا مقرب لأقرب خمسة، تمام. وفي نفس الوقت قلت له لو القيمة قليلة أوي حط لي 30، إيه؟ يعني لو القيمة أقل من 30 حط 30، طب لو أكتر من 30 قربها لي لأقرب خمسة. تمام حلوة اللعبة دي؟ تمام ماشي كده؟ طيب إحنا دخلنا على إيه بعد كده؟ الـ AS صح؟ مش دخلنا على الـ AS؟ الـ AS قلنا سنتيمتر تربيع بتساوي إيه؟ بتساوي ده في ده في بوينت او واحد، ادي الايه الاي اس. يعني دخلنا بعد كده في ايه النمبر اوف بارز، نمبر اوف بارز يوزنج فاي، وتروح كاتب له هنا كام؟ 16. وده اللي هيتثبت قلنا الفرق بقى بيجي منين؟ الفاي اهو، اوريك. ممكن تيجي هنا كده وتقول له ايه، تعالى دي كده نعمل لها ميرج تكبر شوية، تيجي تقول له اهو يا اما اضافة تخصيص شرطة الادوات، تقول له ادراج، تقول له وريني دي كده هاتها لي اهي، شايف؟ اغلق اضغط عليها واقول له ادي الفاي ادراج نزلت تاني فاي، ماشي يا اما من ادراج رمز. تمام ماشي؟ ماشي. طيب فانا هقول له بعد اذنك دي بتساوي ايه بقى، دي بتساوي ايه؟ دي احنا دلوقتي احنا عايزين السيخ صح؟ السيخ بيساوي ايه؟ مساحة صح؟ احنا عايزين نجيب مساحته. مساحته بتيجي منين؟ 3 و14 في افتح قوس 3 و14 على ثواني، 3 و14 تعالى نعملها في قوس، تعالى نعملها في قوس على 4 في ها واحد وستة عشر لا مش 1 و6 10 في ده اه على 10 خلاص اس كده تربيع. بس انا عايز اثبت الايه الخلية ديت، عايز اثبت دي، وهو مراجع وقال له ايه داخل جوه المعادلة دولار وقال له دولار ساين قبل الاتش، دولار ساين قبل قبل الايه الكولوم والايه والرو، تمام كده؟ ده كده ايه انا عملت ايه كده، انا جبت مساحة السيخ الواحد. تمام ماشي؟ طيب نيجي نخش في المعادلة من جوه، اقول له بقى ان هي بتساوي ايه الاي سي اللي هو ده الاي اس قصدي ولا ايه اي اس على الكلام ده تمام صح؟ ماشي فانا رحت قايل له ايه، اسف ارجع دي على الكلام دوت، فرحت جاي قايل له ان ده كده في قوس اهو. ماشي؟ بحيث ان انا اقول له ايه سايلينج لأقرب واحد صحيح تمام صح؟ ماشي مش هقول له سايلينج بقى لأقرب واحد صحيح، اقول له سايلينج لأقرب واحد صحيح، اقول له ايه لأقرب واحد صحيح، اقفل إيه السايل. طيب ما انا دلوقتي افرض السياخ اقل من 3 وانا عندي مثلا ليميت معين، تمام عايز اقول له ان هي ما تقلش عن كام؟ عن 3 عن 5 بس. خمسة فارجع تاني واقول له ايه، افتح قوس لا اقول له ماكس افتح قوس للكلام ده، ماكس الكلام ده مع الخمسة. ماشي ماشي؟ طيب الهيصة دي كلها بقى، الهيصة دي كلها ممكن اقولها له باف. طب ماشي نرجع بقى ايه، تعالى نقول نرجع له كده تاني نقول له اف بقى، اف الكلام ده هو بيقول لك لوجيكال تيست خلاص، لو طلع اللي هي المعادلة ديت، تعالى نكتبها له بقى المعادلة ديت اللي هي ايه، لو المعادلة دي المعادلة اللي احنا شايفينها دي. طيب دلوقتي انا كنت ايه اعملها مرة بماكسيموم ومعملها مرة بايه باف. طب لو انا كنت ما اعملهاش بماكسيموم كنت عملتها بايه؟ كنت عملتها باف. طب تعالى انا عملتها باف ايه اللي هيحصل، تعالى نشوف لو انا عملتها باف ايه اللي هيحصل. لو قلت له اف القيمة دي طلعت اصغر من الخمسة، ده اللوجيكال تيست، لو القيمة اللي انت طلعتها لي دي طلعت اصغر من الخمسة تعمل لي ايه؟ تحط لي القيمة خمسة. تمام
لو طلعت اصغر تحطها لي 5. طب لو طلعت اكبر حطها لي نفس المعادله. تمام صح. لو طلعت اكبر تقوم واخد ايه نفس المعادله. لو طلعت اكبر تقوم واخد نفس المعادله، تقول له كوبي، تيجي في الاخر كده وتقول له ايه لاصق. يبقى لو طلعت، لو طلعت اكبر خلاص اديني اديني نفس القيمه اللي هي بتاعت الحقيقيه ماشي. لو طلعت اصغر اداني 5 بس، واقفل القوس كده. ده القوس بتاع السايلينج، ومقفل القوس بتاع ايه بتاع اف، انتر خلاص. تعالى كده نشوف بقى بتاع، نقول له واحد كده، نقول له واحد مثلا. شايف بقى ايه اداني 5، ما يقلش عن 5. ممكن اعوض على المعادله الطويله دي كلها بماكس، بماكس السايلينج مع دي. لو هي طلع الناتج اقل من 5 يديني كام؟ 5. لكن دي تركه طويله شويه لو انت ايه حابب تعمل. طب ممكن طيب نعمل ماكس ليه؟ معلش نعمل ماكس، نعملها جنبها نقول له دي 16 خلاص، ونقول له ان دي بتساوي خلاص. تعالى نجيبها من جوه زي ما اتعودنا ماشي. تعالى نجيبها من جوه، نقول له 3 و14 على 4 في افتح قوس الاول دي على 10 صح. بس نرجع ونقول له ايه دولار ساين، دولار ايه دولار ساين، متنساش الدولار ساين ماشي. اقفل القوس قص جنيه خلاص. كده انا عملت ايه المعادلة بتاعت المساحة. اقول له بقى ايه بعد اذنك اقسم لي ده اللي هو ايه الاي اس على الكلام ده ماشي. طيب لو لما انت قسمته هيطلع الرقم ممكن بكسور صح، اسف. ارجع ايه اقول له ايه سايلينج الكلام ده، افتح قوس السايلينج صح الكلام ده مع الواحد الصحيح عشان يطلع لي الاسياخ كام، واحد صحيح صح. طيب لو طلع مثلا، لو طلع 4 اسياخ، انا مش عايز 4 اسياخ، انا عايزهم اقل حاجه يبقى 5. وما يقول له ماكس خلاص، افتح قوس الهيصه دي لو طلعت مظبوطه خلاص، لو طلعت اكتر من 5 ماشي، لكن لو طلعت اقل من 5 اظهر لي 5. خمسة برضه هيطلع لك 5. طب لو هنا قلت له بقى رقم كبير كده، شايف، طلعوا لي الاثنين نفس النتيجه، المعادله دي والمعادله دي. في بدائل يعني، كان نوع من انواع البدائل خلاص. احنا ما قلناش الشرطي في الفيديو صح، تنسيق الشرطي في الفيديو ما قلناهوش. تعال نقوله كده بسرعه، لو قلنا دي واحد ودي واحد مثلا، وقلنا ان دي بتساوي دي زائد دي صح. فاقول له الخليه دي بعد اذنك تنسيق، تنسيق شرطي. لو اقول له لو الناتج بتاع الخليه دي اكبر من، اكبر من الخليه دي خلاص، اديني تنسيق بحيث ان يكون النقش مثلا لونه احمر، اعمل اضافه. اقول له لو قيمه الخليه دي طلعت اصغر من الخليه دي اديني التنسيق لونه ايه اخضر مثلا. موافق؟ موافق. بص ادك اهو. طب لو طلع الناتج مثلا كان اكبر، لو قلنا له 16 فهتطلع اكبر، وبيدالك ايه حمر. ازاي تعمل تقليب في الالوان دي؟ فايدتها ايه؟ ان انت ممكن تروح اعمل كده واحده لونها احمر صح، واحده لونها اخضر. ده مثال ملوش دعوه بالعمدان دلوقتي، ده مثال وهمي كده يعني. وتروح قايل له مثلا الاحمر انصيف والاخضر سيف، بحيث ان هو يديك انديكيشن للايه للمعادله. تمام بس، وانتهى الموضوع على كده ماشي. تمام. طبعا طريقه الادخال بالاف اكس ان انت تضغط كده وتقول له المعادله اللي انت عايزها، تقول له مثلا صم، بلاش صم الغى الامر، اقول له اف اكس، اقول له اف اكس، اقول له مثلا صم اف، اقول لك انت عايز الرينج فين اهو، واخد بالك، انتر. يقول لي الكريتيريا بتاعته، اقول له مثلا كولوم واحد، يقول لي لو السام رينج هيبقى فين اجمع لك ايه، قول لي اجمع لي دولت، اقول له موافق.
هيدور على كولوم واحد. فعلا كولوم واحد قصاده كام؟ احنا ما خدناش ولا احنا ايه؟ مش واخد بالي. سام رينج اهو. كولوم واحد كام؟ عشان انا ما جبتهاش من الاول فغلطت. كولوم واحد قصادها كام؟ 100 100. فراح جايب ايه؟ 100 دي طرق ادخال ايه؟ بال اف اكس. تمام. تمام. طبعا بقى تقعد تظبط جداولك بقى، وتقعد بقى تعمل بقى بوردر وبتاع وتنسيق داخلي وتلوين بقى وبتاع والهيصة دي كلها. ماشي ماشي. في كده حاجة صعبة في الاكسل؟ إن شاء الله. فكرة يعني، دي معجزة ان حد يشرح لك الاكسل في قعدة. يعني هو ده كده يعني، دي اساسيات ان انت تتعامل بعد كده مع الايه، مع الحاجة. طب ماشي انا مثلا عندي معادلة غريبة، احصاء مثلا، ايه محتاج ايه كده؟ يقول لك تعليمات حول هذه الدالة. انا ما اعرفش دي بتاع البروبابيلتي، الاحتماليه. خلاص. هو جايب لك بقى ازاي ايه، يديك مثال. بص يديك مثال بقى تعمل ايه وامتى تستخدم الكلام ده. بس انا فتحت لك الموضوع ان انت تقدر تعمل ايه بقى، تقعد تقرا تقرا أي معادلة بالظبط، تعرف تقرا اي معادله وايه هي طرق أكيد. الادخال وازاي اعمل تنسيق للخليه وي وي الكلام ده كله. ماشي 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 تمام. انا عشان ما بستخدمش الاكسل في الحصر ولا في الكلام دوت، فالدوال اللي انا بستخدمها بسيطه قوي، تمام واخد بالك؟ ماشي. على قد ان انا اطلع اسمه وضربه ومش عارف ايه، اف لو حصل كذا تديني كذا، هو وماكس حصل ومينيمم كميات، وجمع. هو صح حصل كميات كله ضرب واسمه وجمع بس. بس انا اقول لك يعني، ما فيهوش مثلا، انا ما بستخدمش حاجات فيزيائيه ولا رياضيه ولا معادلات ولا ديفرنشال ايكويشن ما ولا فيش القصص دي كلها، في الهندسة كده بقى. واخد بالك؟ لا، في ناس بتستخدم مثلا ديفرنشال ايكويشن، ده موضوع من اللذين لو اتعمل اكسل يعني، معادلات بقى وحاجات فظيعه يعني، احتماليه والاحصاء ومش عارف ايه. فالاكسل مليان، بس انا ما اهتمتش بالمعادلات الكتير ديت عشان ايه، ما بستخدمهاش بصراحه. ماشي. في حاجه تانية كده ما قلناهاش النهارده؟ ماتش بروبرتس دي برضه ما قلناهاش. لو انا مثلا عندي دي كده مجموعه، دي متلونه خضرة، عايز اخلي دولت خضرة زيهم، هو معلم على اي واحده فيهم، اقول له ماتش بروبرتس واعلم عليهم دولت كده تقلبوا اخضر. ماشي. بس لو مثلا الخط ده كبير، لو هنا مثلا ده خط كبير مثلا، عايز اخليهم كلهم كبار زي البتاع دي كده. خدت بالك؟ بس نفس الفكرة. بس خد بالك ان هو بينقل ايه، ممكن يكون لخبط في حاجات يعني، ساعات ممكن يلخبط في حاجات. ماشي تمام. ماشي اي خدمة تانية؟ شكرا.